مستشار تنمية مستدامة، بشتغل مع الأمم المتحدة ضمن برنامج التنمية، استشاري التنمية المستدامة حول العالم، وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة في جامعة الدول العربية، ومدرب دولي معتمد بدرب جوه مصر وبره مصر. بالنسبة للتنمية المستدامة، نعم، انا مهندس كيميائي. بالنسبه يعني احنا بنحضر لمهرجان اسمه استدامه وطن. هي كل الفكره في مبدا الاستدامه. مبدا الاستدامه بيبتدي اصلا من الاشخاص، فالاشخاص لازم يعدوا اعداد كويس عشان نخرج جيل نسميه جيل 20-30 وتخرج من مهرجان استدامة وطن. فده هيتعمل بان احنا المفروض القمم والقامات اللي موجودة واللي انا اشرف ان انا اكون واحد منهم، نعمل لجنة ودي تكون في يوم المهرجان، ونعلن عن تدشين اللجنة دي في متابعة الناس اللي هم هيبتدوا يدخلوا كليات خلصين ثانوية عامة، خلصوا بقى المذاكرة، خلصوا الجو التنشانة بتاع الثانوية العامة وكده، وان احنا نقود الناس اللي طالعة دي عشان نبتدي نعدهم ازاي يفكروا عن طريق فكر مسلم. ده البرنامج اللي احنا بنتكلم فيه يا عمر، اللي هو ايه سستينبل ميكر، صناع الاستدامة، يبتدي من اول عمر معين وينهي عند عمر معين، ويكون من شباب اللي هو داخلين الجامعات واللي هينزلوا بعد كده سوق العمل. فده اللي هنفكر فيه بعد يعني بعد المخرجات. تمام. عشان بس هي كل الفكره ان احنا ما نقولش كلام، هنقول كلام حلو قوي في المهرجان، وهنقول كلام